عما على ثقه مستمره في جامعه الملك سعيد لاحتضان الجامعه الصيفيه كيف كتعرفوا في هذه النسخه 11. اذا هذه 11 سنه او اكثر وهذه الجامعه مستمره وكتلاحظوا كيف تفضلوا قال السيد الوزير فجامعه الملك سعيد هي شرف بالنسبه لها باش تكون مشارك هذا الموضوع هذا وفي هذه اللقاءات اللي كتنظم مع شباب مغاربه اصول مغاربه لكي تخدمهم جامعه عبد الملك السعدي واحد المده زمنيه واللي كيمكن هذه المده الزمنيه هذه يكون عندهم لقاءات مع طلبه ديال جامعه عبد الملك السعدي يكون واحد تبادل في الاخر يكون واحد الانغماس ثقافي وفي هذه الجهه هذه كانت تكون حسينات كتعرفوا فيها دابا جهه ديناميكيه فالسيد الوزير تفضل وقال على كيف كتعرفوا في هذه الدوره 11 الجامعه الصيفيه اللي كتنظمها جامعه عبد الملك السعدي وبهذه المناسبه اتقدم بالشكر للسيد الوزير والوزاره المكلفه بالمغاربه العالم وشؤون الهجره على الثقه ديالهم المستمره في جامعه عبد الملك السعدي لتنظيم هذه الجامعه الصيفيه وكذلك الشكر لجهه طنجه تطوان الحسيمه على الدعم المادي بالنسبه لتنظيم هذه الجامعه الصيفيه وخلال هذه 11 سنه و11 دوره فجامعه عبد الملك السعدي راكمت واحد التجربه فريده من نوعها في تنظيم هذه الجامعات وهي مناسبه لاستقبال شباب شابات وشباب من اصول مغربيه مقيمين بديار المهجر وهذه السنه كان هما شباب مزدادين في دول المهجر وهما يتابعون دراستهم على المستوى الجامعي فهذا الاستقبال ديالهم كيتم بمواكبه طلبه من جامعه عبد الملك السعدي الذين رافقوناهم وكيتمكنوا خلال هذه المده ديال الاقامه ديالهم هنايا من الاطلاع على ما هو ثقافي ما هو صناعي ما هو تنموي في منطقه جهه طنجه تطوان الحسيمه وكيمكنهم من تمتين العلاقات ديالهم مع بلدهم الاصلي. شكرا. نعم هي مناسبه لتمكين الجامعه ديالنا باش يكون هناك عدد من العقود التشاركيه مع جامعات اخرى وحنا عندنا على صعيد جامعه عبد الملك السعدي اكثر من 300 شراكه مع عدد من الجامعات لا في الدول الاوروبيه ولا في دول الشرق الاوسط او دول افريقيه فهناك عدد من الاخر وهذه كتمكن يمكن بالخصوص هو ذاك اللقاء ما بين الطالب الجامعي اللي هو في المغرب في جامعه عبد الملك السعدي وذاك الطالب الجامعي اللي هو في دوله واحده اخرى عنده ثقافه واحده اخرى عنده طريقه واحده اخرى ديال تتبع الدراسه الجامعيه نعم بالضبط لان يمكن في هذا الاطار ديال الشراكات يمكن ذاك الطالب او ديك الطالبه يمكن له يكون عنده واحد الحضور هنا في المغرب لواحد المده معينه زمنيه ويمكن الطلبه ديالنا اذا كانت شراكه ما بين الجامعات يمكن الطالب ديالنا اللي من جامعه عبد الملك السعدي يمشي يحضر واحد العدد ديال الدروس اللي يمكن تكون منظمه بالجامعه في الدول الاستقبال ديال هاد الشباب. هناك كذلك تنوع ثقافي، تنوع بيئي، تنوع حضاري ديال هذه الجهه هذه وهذه الجهه هذه كنظن هي من الجهات اللي فيها واحد العدد كبير ديال المغاربه القاطنين في الخارج واللي كيرجعوا لهذه المنطقه في العطاء فاذا بالنسبه لنا هي واحد المساله مهمه وبان هذا الشباب هذا يكون عنده واحد لقاءات مع الشباب القاطنين ديال جامعه عبد الملك السعدي ومؤطرين كذلك من عدد من الاساتذه ديال جامعه عبد الملك السعدي ولكن كذلك من مختصين في ميادين واحدة أخرى ثقافية علمية اللي جايين من مؤسسات أخرى على الصعيد الوطني فمرحبا بهم ومرحبا بكم وشكرا سيدي.